بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 135. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. نواصل الحديث في موضوع فقه المواريث، ونخص في حديث هذه الحلقة موضوع توريث الإخوة مع الجد، وهو موضوع خطير وشائك. كان السلف رحمهم الله يتحرجون من الفتوى فيه تحرجا شديدا، وذلك لأنه لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة، وإنما مرجعه إلى الاجتهاد والنظر، والاجتهاد عرضة للخطأ. ولهذا قال بعض السلف: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. وقال بعضهم: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. لكن مع هذا لا بد من البحث فيه، لأن مسألته مع الإخوة تقع كثيرا، وهي مشكلة لا بد لها من حل. وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في حلها على ما سنذكره من آرائهم في ذلك. والمراد بالجد هنا الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، كأب الأب وأب الجد، فإن دخل في نسبته إلى الميت أنثى كأب الأم وأبي أم الأب لم يرث، لأنه من ذوي الأرحام. والمراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فلا يردون هنا، لأنهم محجوبون بالجد إجماعا. والجد إذا انفرد عن الإخوة ينزل منزلة الأب بإجماع أهل العلم، فلا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب والجد الذي هو أقرب منه. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه وقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. والجد ينزل منزلة الأب إلا في حالتين: الحالة الأولى أن الأمة تأخذ معه الثلث كاملا في المسألتين العمريتين، بخلاف الأب فإنها تأخذ معه فيهما ثلث الباقي. الحالة الثانية إذا اجتمع معه إخوة أشقى أو لأب فقد اختلف في حجبه لهم، بخلاف الأب فإنه يحجب الإخوة. والآن ننتقل إلى بيان خلاف العلماء في توريث الإخوة مع الجد، فنقول: اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، وبذلك قال جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وقال به جمع من التابعين، وقال به من الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، واختارها جمع من أصحاب مذهبه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. قد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها أولاً أن الله سمى الجد أباً في قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فما دام أن الله سماه أباً فإنه يأخذ حكم الأب في الميراث فيحجب الإخوة. ثانياً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والجد أولى من الأخ فيكون أحق بالميراث، بدليل أنه إذا حصل في المسألة عول وتزاحمت الفروض سقط الأخ
ولا يسقط الجد بل يفرض له السدس. ثالثا أنه إذا كان ابن الإبن بمنزلة الإبن من غير خلاف فليكن الجد بمنزلة الأب، لأنه أحد طرفي عمود النسب. هذا حاصل أدلتهم وأهمها. والقول الثاني أن الجد لا يحجب الإخوة بل يرثون معه على تفاصيل وخلاف في كيفية توريثهم. وبهذا قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال به من الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه، وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية. واستدلوا بأدلة، منها أولاً أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس صحيح، ولم يوجد شيء من ذلك إذا كانوا مع الجد. ثانياً أن الإخوة تساووا مع الجد في الإدلاء إلى الميت بالأب، فالجد أبو الأب والإخوة بنو الأب، وإذا تساووا في الواسطة تساووا في الاستحقاق، إلى أقيسة ذكروها في هذا الباب يطول بنا الحديث عنها. والراجح من القولين هو القول الأول لاعتبارات كثيرة، منها قوة أدلته وكثرة من أخذ به من الصحابة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مروي عن 14 من الصحابة انتهى. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون انتهى. ومما يترجح به هذا المذهب أيضا سلامته من التناقض عند التطبيق، بخلاف القول الثاني فإنه يتناقض عند التطبيق تناقضا عظيما، ويختلف أصحابه في كيفية توريث الإخوة مع الجد اختلافا كثيرا، وترد عليه إشكالات كثيرة. والذي نختم به هذه الحلقة هو الدعاء لجميع علماء المسلمين بالرحمة والرضوان لقاء ما قاموا به في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم من بحث مستفيض وحل للمشاكل، ونسأل الله لنا التوفيق لسلوك سبيلهم والسير على نهجهم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.